السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا له. دلوقتي يا شيخ في موقع على الإنترنت بيبيع المنتجات بسعر الجملة، يعني إن أنت المفروض إن أنت مثلا أنا لو داخل أعرضها بسعر أعلى من السعر الموجود اللي هو سعر الجملة، ولو اتباعت بيدوني نسبة بس أنا مش أملكها، يعني أنا أن باخد تكون وسيط، أعلن أنك وسيط خير، آتيكم بالسلعة بسعر كذا وكذا. لكن لا يجوز ان انا ابيعها مثلا على اساس ان انا اللي املكها على الانترنت. إذا وكلوك في البيع تقول، إذا وكلوك فالوكالة جائزة. ولازم اخبر المشتري ان انا وسيط ولا لا لا لا، يلزم أن تخبرهم. هم وكلوك قالوا بيع نيابة عنا لا بأس، إذا كانوا أمناء. مع متشكر السلامة. جدا يا شيخ، الله ربنا يبارك يجازيك فيك، خير. الله يكرمك.